الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس. وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم 5 دقائق في صلاة في أذان الفجر كل على مدار السنة، تقديم 5 دقائق، يعني الذي يصلي من يوم يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت. وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه أيضا في الرؤية. فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم، وهو مسألة خطرة جدا. لو تكبل للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صح صلاتك، ما صار فريضة. فهو من طلوع الفجر وهو البياض المعترض. وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بنحو ثلث ساعة، 20 دقيقة أو ربع ساعة أحيانا. لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم 5 دقائق. على كل حال، الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس.